إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة. طبعا قدمت العديد من الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الإصفرار منها، وقد أعجبتكم كثيرا حيث وصلت إلى عدد كبير من المشاهدات، وأنا أحاول دائما أن أتشارك معكم تجاربي ووصفات مجربة لكي تستفيدوا منها. في بعض الأحيان لا تتوفر كل المكونات عند بعضكم، لذلك أحاول تشارك معكم وصفات بمكونات متنوعة لكي تستطيعوا إيجادها وصنع أحد الوصفات وتستفادوا منها. ووصفة اليوم كما قلت لكم هي لتبييض الأسنان وإزالة الإصفرار منها، تعالج حتى اللثة الملتهبة والتي تنزف. هذه الوصفة هي تقليدية مغربية، كانت جداتنا وأمهاتنا تستعملها لتبييض الأسنان وتجميل الفم، وأحببت أن أتشاركها معكم، أتمنى أن تفيدكم. إذن موضوع تبييض الأسنان هو مشكل العديد منا، ومن منا لا يحلم بابتسامة بيضاء جميلة وبدون إصفرار ولا ترسبات جيرية. وهناك من جرب العديد من غسولات الفم الباهظة الثمن ولم تنفع معه، وهناك من يفكر في عمل ابتسامة هوليودية عند الطبيب التي تكون أيضا باهظة الثمن. بعد مشاهدة هذا الفيديو ستتخلى عن كل هذه الأفكار وسوف تحصل على ابتسامة بيضاء وبدون إصفرار فقط بتجربة هذه الوصفة. إذن مكونات الوصفة، هو مكون رئيسي وهو كما لاحظتم هذا المكون، هو يسمى بالسواك المغربي. طبعا هو مختلف عن السواك المعروف، هذا سواك مغربي أو ما يسمى بالديرم، هو لحاء شجر الجوز أو قشور شجر الجوز، معروف عندنا في المغرب بالسواك. كانت النساء قديما وحتى يومنا هذا تبيض به أسنانهن، وهو موجود ومتوفر بكثرة عند بائع الأعشاب. هو أيضا موجود بالدول العربية باسم الديرم. صراحة اكتبوا لي مكان التعليقات ماذا تسمونه في بلدكم. هذا السواك له مفعول السحر في تبييض الأسنان، يقضي على الإصفرار ويعالج اللثة لأن مذاقه مر نوعا ما، ويعطي إحساس بالوخز في اللسان واللثة. أيضا هو يعطي لون داكن للشفاه واللثة، يدوم يومان ويزول، بعكس طبعا الأسنان التي يعطيها تبييض فوري وملحوظ جدا. وسوف نحتاج إلى المكون الثاني في هذه الوصفة، هو الليمون الحامض. استعملوا أي ليمون عندكم سواء الأصفر أو الأخضر. إذن طريقة التحضير سهلة جدا، سوف نأخذ قطعة من هذا السواك المغربي بهذا الشكل، نقوم بتقطيعه. وسوف نضعه في هذا الإناء بهذا الشكل، ثم طبعا سوف نقوم بأخذ الليمون الحامض، وسوف نقوم
عصره على السواك المغربي بهذا الشكل. حتى يغمر كل قطع السواك. إذن بعدما قمنا بعصر الليمون كما ترون على قطع السواك، نتركها مدة تقريبا 10 دقائق وهي مغمورة في هذا في عصير الليمون. ثم بعد مرور 10 دقائق نبدأ باستعمال هذه القطع. وطريقة استعمال للسواك المغربي على الأسنان: قبل البدء باستعمال السواك يفضل وضع قفاز، لأنه كما قلت لكم يترك لون داكن في الجلد. إذا لم تحبذوا ذلك فأنصحكم باستعمال قفازات، وتبدأون بفرك أسنانكم بهذه الطريقة. تأخذون قطعة وتبدأون بفرك أسنانكم جيدا بالسواك المغربي من الأعلى إلى الأسفل، ثم من الأسفل إلى الأعلى مدة تقريبا 3 دقائق أو أكثر، فكلما فركتم كلما أصبحت أكثر بياض. عادة ما يستعمل السواك المغربي للأسنان وحده، أي بدون إضافة أي مكون. أنا قمت بإضافة الليمون لأن الليمون لا يجعله يسبغ ويترك اللون الداكن كما قلت لكم في الشفاه ولا في اللتة. إذا لم تحبذوا ذلك اللون فاستعملوا هذه الوصفة كما فعلت أنا. أضفت الليمون. الليمون كما قلت لكم لا يجعل السواك يترك أثر أو لون داكن في اللتة والشفاه. طبعا بعدما تنتهون من فرك أسنانكم بهذه القطعة من السواك المغربي، تفرشون أسنانكم بمعجون الأسنان والفرشاة، وسوف تندهشون من بياض أسنانكم. الإصفرار سوف يزول تماما وسوف يختفي، وستصبح أسنانكم بيضاء كاللؤلؤ. ومع المداومة اللتة سوف تصبح صحية ذات لون وردي وبدون نزيف. وأيضا مع المداومة على هذه الوصفة والفرك بهذه القطع من السواك المغربي، كل الترسبات الجيرية سوف تسقط مع المداومة. ويمكنكم استعمال هذه الوصفة كلما أردتم فرش عفوا أسنانكم. تأخذون قطعة تضعونها في عصير الليمون، ثم بعد ذلك تبدأون بفرك أسنانكم بها، فهي تعالج كما قلت لكم اللتة. حتى وإن كانت لديكم لتة ذات لون داكن، فهذه الوصفة هي تفتحها وتعطيها لون وردي جميل ومتفتح، وأيضا تعالج التهابها وحتى النزيف. حقا هذه الوصفة فعالة وسحرية، وكما قلت لكم هي وصفة تقليدية كانت وما زالت أمهاتنا وجداتنا تستعملها لتبييض أسنانهن. الوصفة أيضا صالحة للنساء والرجال. أتمنى أن تفيدكم وأن تعجبكم هذه الوصفة. اكتبوا لي مكان التعليقات إذا ما جربتم هذه الوصفة، وإذا ما كنتم قبلا تستعملونها لتبييض الأسنان، لكي نستفاد كلنا. إذا صديقاتي أصدقائي، كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم لتبييض وإزالة الإصفرار من الأسنان. أتمنى أن تعجبكم وأتمنى أن تجربوها. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب للتشجيع، واعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل. ومشكورين على الدعم، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.